أختنا تسأل وتقول: كيف يتم ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي وقتها؟ أرجو منكم أن تبينوا الطريقة التي نبدأ بها بالذبح، ماذا نعمل ونقول قبل الذبح وأثناءه وبعده، إلى أن يتم توزيع اللحم إلى الفقراء. لأن طريقة الذبح عندنا هي: قبل الذبح يقرأ الملا القرآن على أذن الذبيحة، ويجب ألا يأكل صاحب الأضحية من اللحم إلا قطعة صغيرة. هل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل يتم ذبح الأضحية للميت فقط أم للحي أم للاثنين؟ وفقكم الله. أما وقت الضحية فهو 4 أيام على الصحيح من أقوال العلماء: يوم العيد ويوم عيد النحر وهو 10 ذي الحجة، ثم اليوم 11، ثم اليوم 12، ثم اليوم 13. وقال بعض أهل العلم إنها 3: يوم العيد ويومان بعده، والصواب أنها 4: يوم العيد و3 أيام بعده، وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر، وهي أيام رمي الجمار، وهي أيام ذكر لله عز وجل وأكل وشرب. فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بدأوا بالذبح، يبدأوا بالذبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى ثم ذبح، وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له. فالسنة والواجب أن تكون الضحية بعد الصلاة إذا كان الإنسان في البلد، أما إذا كان في الصحراء كالبادية فإنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس، إذا طلعت الشمس ومضى بعد ارتفاعها مقدار الصلاة فإنهم يذبحون ذاك الوقت، يذبحون بعد ارتفاع الشمس ومضي قليل من الزمن قد الصلاة يذبحون، لأنهم لا صلاة عندهم، البادية والمسافرون ليس لهم صلاة عيد وليس عليهم صلاة عيد، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس. وهكذا في آية في ميناء الحجاج منها يذبحون بعد ارتفاع الشمس لأنه ليس عندهم صلاة عيد منها، رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديه ولم يصلي صلاة العيد في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فإنهم يرمون الجمار ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم في ذلك الوقت بعد ارتفاع الشمس. هذا هو المشروع. فعند الذبح يسمي الله، يقول: بسم الله والله أكبر، هذا المشروع: بسم الله والله أكبر. وإن قال بسم الله فقال أجزاء، لكن الأفضل يقول بسم الله والله أكبر. وإن زاد فقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا المسلمين، أو قال: وجهت وجهي لوطن السماء والأرض حنيفا وما أنا المسلمين، هذا مستحب، ولكن يكفي بسم الله والله أكبر، يكفيه هذا. هذا هو اللي كان يفعله بسم الله والله أكبر، وربما زاد من صلاة إلى آخر. والواجب بسم الله، هذا الواجب، زيادة الله أكبر مستحبة، بسم الله والله أكبر، وما زاد على ذلك من قراءة إن صلاتي ووجهت وجهي هذا أمر مستحب وليس بواجب. ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء، ما يتقيد قطعة صغيرة، بل يأكل ما شاء، إذا ذبحت الذبيحة يأكل منها قليلا أو كثيرا، هو أهل بيته، السنة يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة، يأكلون منها ما تيسر ويتصدقون ما تيسر ويطعمون ويؤذون ما تيسر. والأفضل أن تكون أثلاثا: ثلث يأكلون، وثلث يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم، وثلث للفقراء. وإن أكلوا الأكثر وتصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله. الرسول أمر أن يأكلوا ويطعموا، والله يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فينبغي أن يعطي الفقير ما تيسر من ذلك، وإن أعطوا الفقراء الثلث كان أفضل، وإن صدق وإن أهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسنا أيضا. فإن لم يهدي ولم يصدق إلا بقريب أو ما صدق بكلية أجزأته الضحية، فالضحية مجزئة وشرعية. لكن ذهب بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يخرج قليلا من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يخرج ما تيسر من اللحم
ولو من غير الضحية إذا كان قد أكله يخرج من غيرها حتى يكون أدى هذا الواجب. ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها، فخذوا منها وأطيعوا النائس، وخذوا منها وأطيعوا القانع المعتر كما قاله الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا، فالسنة له أن يأكل ويدخر ما أحب من ذلك، وأن يتصدق على الفقراء ما تيسر، هذا هو المشروع. فإن لم يتصدق ولم يهدي بل أكلها صحت وأجزأت، ولكنه خالف الأفضل وخالف السنة، فعليه أن يستدفع ولو بالقليل من اللحم حتى يصدق به على الفقراء، هذا هو الأحوط له خروجا من خلاف من قال بالوجوب. وظاهر القرآن وجوب الصدقة، يعني قال يعني الله قال فكلوا منها وأطعموا، فالأصل في الأمر الوجوب، لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية، لأن الله قال فكلوا، والأكل ليس بواجب، هكذا الإطعام ليس بواجب ولكنه سنة، السنة أن يأكل ويطعم.